لتسليط الضوء على ملف غلاء الأسعار والأزمات الاقتصادية التي يواجهها العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور هشام الياور. دكتور هشام، مرحبا بكم. يعني دائما مع اقتراب شهر رمضان المبارك ترتفع الأسعار أسعار جنونية، كيف تفسر تفاقم أزمة الغلاء في الأسواق، لا سيما نحن نتحدث في هذه الجزئية خاصة ارتفاع غير مسبوق لأسعار اللحوم في العراق؟ شكرا جزيلا أخي لك والمستمعين. السبب بالتأكيد داخلي وخارجي. الخارجي بسبب ارتفاع الأسعار، التضخم صاير بسبب المتغيرات النقل والتأمين وأثر على الأسعار. أما الداخلية يعني مثل ما تفضلت بالمقدمة، نعم، طلب في رمضان يكون زيادة المواد الاستهلاكية بشكل خاص غذائية. الفترة التي تأثر بتأثير الأسعار بسبب الخلل التشوه الاقتصاد العراقي من خلال عدم ثبوت إجراءاته أو القرارات الاقتصادية، منها مثلا التباين بسعر الصرف الدولار، احد الاسباب التي ممكن ان يؤخذ بها. الدولار مره يصير 160 مره 104، اكيد التاجر راح ياخذ السعر الذي يتوقع ان يكون الاعلى حتى يتحسن من الاثار. الجانب الثاني التباين في مستوى الدخل، يعني الدخل ما بين يزداد أكثر من 50%، يعني بين دخل الحد الأدنى للراتب والأجور وبين ما يتقاضاه يعني ما رجال بالمواقع القيادية في الدولة أو من خلال ما يصار من الاستحواذ على بعض المصالح التي تؤخذ من خلال بعض الناس. نسبة الفقر الموجود بالعراق نسبة كبيرة. اثنين، الانتاج الوطني غير مناسب لتأمين حاجة العراق نسبة خاصة بالمواد الغذائية، فبالتأكيد الاستيراد سيأثر نسبيا بزيادة أسعار، وخاصة هناك الطلب والطلب متباين ما بين أصحاب الدخول العالية وما بين الدخول الواطية. طيب دكتور هشام، استمرار أزمة الدولار تعمل على تذبذب حركة الأسواق، أنتم يعني ذكرتم ذلك، ولكن يعني ما هي سبل مواجهة أزمة شح الدولار وبالتالي انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار؟ يا أخي إجراءات إدارية داخلية وقرارات إدارية ما تعني شيء لثبات سعر الدولار. التشوه الاقتصادي العراقي هو أحد الأسباب الذي يؤدي إلى هذا التشوه. اقتصادنا يعتمد على الاستيراد معظم المواد الأساسية وخاصة الغذائية، بالتأكيد هذا يعطي جانب عدم الاستقرار بكلف كلفة الاستيراد وأيضا كلف الإنتاج في بعض المشاريع التي تعتمد مواد الأولية من الخارج. هذا التباين. اثنين، التصرف بالإجراءات التي تتخذ هي عبارة عن إجراءات إدارية لمعالجة حالة وليس لحالة العام، فبالتأكيد هذه الإجراءات تكون وقتية وغير مؤثرة على فترة زمنية. طيب دكتور هشام، ولكن يعني حكومة السودان تعهدت مرارا وتكرارا بحل الأزمات الاقتصادية، هذه الحلول لم تنعكس على أرض الواقع، ما السبب في ذلك؟ في الجانب الإداري والتنسيق والمحاسبة والمتابعة. إلى الآن التباين ما بين منافذ الدخول للمواد المستوردة إلى الآن غير مسيطر عليها. الاستحواذ على بعض الجهات على بعض المرافق التي تتحكم بموجبها. يعني الاقتصاد عبارة عن معالجة حالات وليس معالجة لواقع الاقتصاد والتشوهات التي تصيبه في تباين بين حاجة السوق وبين الانتاج الوطني وما يمكن ان يغطي لحاجة. اثنين، التنافس اللي يصير على بعض الانتاج والزراعي من الاستيراد بتسهيلات تفوق
القدرة الداخلية على مجابهة هذه الأسعار، وخاصة الغذائية، وأحد الفقرات التي عرضت في التلفزيون أنه منتجات زراعية أو بعض المواد الغذائية تدخل العراق بدون يعني كمنافس للإنتاج الوطني، مما يأثر أيضا على الجد. فبعض هذه الإجراءات تأثر على حالة السوق، التذبذب ما بين المنتج الوطني إذا كان موجود وما بين الاستيراد، فماكو حدود تقدر أن تحدد ما يمكن أن يتم تأمين عن طريق الاستيراد وما يمكن أن يحد من الاستيراد بقرارات إدارية. كما أن المنافذ الحدودية بالدخول والخروج أصبحت غير مسيطر عليه، وبالتالي التباين يصير في هذا الجانب لحساب المستوردين أو لحساب أصحاب رؤوس الأموال على حساب المواطن. دكتور هشام، هناك مطالبات برلمانية تشدد على ضرورة ضبط الأسواق ومنع المضاربة وأيضا الاحتكار، هل يمكن أن يطبق ذلك في ظل استشراء الفساد في داخل المؤسسات الحكومية؟ يا أخي لا يمكن الدولة بوضع الحالي، وحتى لو كانت في وضع مريح أكثر، أن تسيطر على السوق، وخاصة بالسوق بتعامل بثبات الأسعار. يمكن تسوي لحالة حالتين، لكن ما ممكن سيطرة على السوق أمام الانتشار الواسع بمنافذ التوزيع أو منافذ البيع. يعني شو تملك القدرة حتى تراقب الأسواق وتبين بين ما يتناسب مع سعر السوق مع كلفة الإنتاج وما بين ما يمكن. الاحتكار أحد الاحتكارات في بعض المنتج وبعض الأمور المستوردة توظف لصالح التاجر في حالات ضعف العرض لتلك المادة، فبالتأكيد العرض يكون محدود والطلب موجود فترتفع الأسعار. طيب دكتور هشام، لكن السيطرة عليه لا يمكن السيطرة عليه، إذا خاصة في حالة ضعف الجانب الإداري والرقابي على السوق وعلى الانتاج على الاستيراد والانتاج. طيب دكتور هشام، للتخفيف عن كاهل المواطن العراقي، برأيك لماذا لا تعاد الأسواق المركزية والجمعيات التي كانت موجودة في منتصف السبعينات والثمانينات؟ كانت هناك أسواق مركزية، هناك جمعيات في كل منطقة، هذه تكون أسعارها منخفضة عن ما يطرح في سوق القطاع الخاص، لماذا لا تعاد هذه الأسواق؟ أخي مهمة الدولة في هذا الوضع تكون تدخل هي أيضا كمو منافس، يعني مجابة للقطاع الخاص باستيراده. بالتأكيد لو الدولة تدخلت في هذا الجانب تضعف من أثر ارتفاع الأسعار، كما أن بعض المواد المفروض الأساسية لحاجة ممكن أن تؤمن عن طريق الإنتاج الوطني وتشجيع الإنتاج الوطني وتحديد الكلف المناسبة وإمكانية التدخل في المشاريع الصناعية والزراعية بتدخل الدولة من خلال توريد مستلزمات الإنتاج، المدخولات الإنتاج، مع تأشير الأسعار الذي ممكن أن تثبت. يعني في فترة كانت الدجاج والبيض معظم المفاقس كانت معطلة، تم تأمين مستلزمات هذه المنتجات على أن تحدد السعر معين، وبالتالي أصبح إمكان المنتج أن يأخذ للإنتاج بأسعار محددة من قبل الدولة ومحدد بربح معين ممكن أن يغطي كلفة مع ربح معين ويباع. قد لا تكون كل المواد، لكن بعض المشاريع التي تعتمد على حاجة المواطن مثل البيض، الدجاج، البقوليات، هذه الأمور الدولة تدخل في هذا الجانب حتى تحد من عملية الاحتكار والمنافسة الغير
مشروع. كما تعلمون دكتور أن الاقتصاد العراقي هو ريعي، يعتمد 90% أو أكثر من ذلك على بيع النفط، وهو يعني اقتصاد لا يعتمد على الزراعة أو الصناعة. في هذه النقطة تحديدا في غلاء الأسعار، هل يسمح الاقتصاد العراقي في استيراد المواد الغذائية وبيعها بأسعار مخفضة عن سوق القطاع الخاص؟ هل الاقتصاد العراقي له متنفس في ذلك دكتور؟ يا أخي الاقتصاد يعني إحنا أسعار النفط وتخلق تباين أسعاره بين فترة وفترة مؤثرة على القطاع، على تأمين مستلزمات الحاجة الدولة لتغطية نفقاته إن كان برواتب والأجور وكذا في الإدارة والإنتاج الخاص به. وبالتأكيد في هذا الجانب إذا ما يؤمن نسبة من الوارد النفطي بالإقراض الإنتاج الوطني في الجانب الزراعي والخدمات والصناعة والاعتماد على الاستيراد لا يخلق حالة استقرار، ولا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع قدرة المواطن على اقتناء المواد الوطنية أو الإنتاج الوطني، والاعتماد يبقى على الاستيراد الذي يعتمد على توفر القدرة المالية. قد يكون ذلك متحقق في حالة ارتفاع أسعار النفط، وأما في حالة الانخفاض بالتأكيد الدولة ستكون عاجزة عن تأمين احتياجاتها الخاصة بمتطلباته وتوفير نسبة معينة. دكتور نعم عفوا دكتور، شو أسعار النفط؟ نعم، لا يمكن القدرة على التنبؤ أن كلفة أو سعر النفط أن يكون ثابت من فترة زمنية معينة. التباين موجود ضمن حالة الحالة السياسية وحالة يعني الإنتاج العالمي، متأثر أيضا بالحالات التباين بالسياسي والحروب والمجابهات. هذا لا يمكن اعتماد النفط على كمورد رئيسي للعراق الذي بدأ يزيد أكثر من 90% من الوارد العراق أو من النفط. بالتأكيد أي حالة خلل بأسعار النفط سيكون تأثير سلبي على قدرة الدولة توفي التزاماتها. دكتور هناك ارتفاع الرواتب والأجور ما تمثله بنسبة عالية من نسبة المبادرة. طيب دكتور، هناك من يقول أن موضوع ارتفاع غلاء الأسعار وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل عام هو نتيجة المضاربة واحتكار المواد، هل هذا صحيح دكتور؟ يعني واحد من الأسباب، يعني واحد الاحتكار والانفلات يعني بالاستيراد وبالدخول بدون تحديد حص الدولة من الاستيراد، مثل ما أشرت أن المنافذ غير مسيطر عليها. بالتأكيد السعر الذي يعتمد من خلال الطرق الرسمية يتباين بالسعر عن الطرق التي تدخل المواد بدون يعني بدون أي مسائل أو أي كلفة تتحملها للدولة كضرائب ورسوم. هذا بالتأكيد يؤدي إلى هذه الحالة اللي تفضل فيها. دكتور إذا ما ائتلف القطاع الخاص مع القطاع الحكومي وبالتالي تكوين كما نسمع وأنت أستاذنا في موضوع في علم الاقتصاد، إذا ما ائتلف القطاع الخاص مع القطاع الحكومي وتشكيل بالتالي يعني القطاع المختلط، هل يمكن أن تحل مسألة غلاء الأسعار في العراق دكتور؟ يعني الآن ماكو استقرار سياسي وتباين بوضع منهج سياسي يعتمد على الجانب يعني المنهج السياسي لهذه الأحزاب. أكو تباين ما بين توجه وفق منهج ديني أو وفق منهج رأسمالي أو وفق مركزي. هذا التباين ما يخلق حالة توجه ممكن أن يعتمد كأساس للاقتصاد العراقي. التباين موجود من خلال الوزارات ومن
يدير هذه الوزارات أو يدير هذه المؤسسات. نعم. هذه وبالتالي ماكو أيضا ثقة ما بين القطاع الخاص وما بين الإدارات، لأن الإدارات متغيرة. هذا التغير ما يخلق حالة انسجام، ولا أيضا القطاع المختلط كحالة مكملة أو يكون مناسبة إذا أصبح يأخذ مجاله بالتأمين إنتاج وطني أو بالزراعة أو بالصناعة. تجربتنا السابقة بالقطاع المختلط كان موفقين بمعظم المشاريع الصناعية. القطاع المختلط كان متميز بإنتاجه، بنوعية الإنتاج، وأيضا بالأسعار. طيب دكتور، لماذا ترتفع الأسعار في شهر رمضان بشكل خاص وفي الأعياد؟ هل هذا خاضع لمصطلح العرض والطلب؟ العرض والطلب، الطلب في رمضان المواطن يستهلك أو يتحفظ بتأمين الحاجات يعني أكثر من الحاجة اليومية في الأيام الاعتيادية. وهذه فرصة للتجار أن تحتكر ببعض السلع التي يكون الطلب عليها أكثر من يعني بشكل خاص المحتاجات شهر رمضان، خاصة من المواد الغذائية ومكملات. ومثل ما شفنا أيضا ارتفاع السابق ارتفاع الأسعار العفو بالسوق العالمي أيضا ذات تأثير نسبي على ارتفاع الأسعار. نعم دكتور. من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور هشام الياور، شكرا جزيلا لكم.